الصفة الرابعة الوحدانية، ومعناه أن الله تبارك وتعالى ليس له ثان، وليس مركبا مؤلفا كالأجسام كالعرش والكرسي والجنة والنار والسماوات السبع والإنسان والملائكة والجن، فإن هؤلاء أجسام مؤلفة أي تقبل الانقسام. العرش الكريم مؤلف من أجزاء، فيستحيل أن يكون بينه وبين الله مناسبة، كما يستحيل على الله تعالى أن يكون بينه وبين شيء من سائر خلقه مناسبة. والبرهان العقلي على الوحدانية أنه تبارك وتعالى لو لم يكن واحدا وكان متعددا لم يكن العالم منتظما، لكن العالم منتظم، فوجب أن الله تعالى واحد. وأما البرهان النقلي على وحدانيته تعالى فكثير، من ذلك قول الله تعالى قل هو الله أحد. ومن الأحاديث ما رواه البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا تعار من الليل قال لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. ومعنى تعار أي استيقظ في الليل.